السلام عليكم. مرحب فيكم بأول اجتماع، أول لقاء من لقاءاتنا بكورس واجهات المستخدم الرسومية من نشاطات النظام التفاعلي المفتوح الـ MOOL. رح نتعرف بعد الأسبوع على ملخص على اللي تعلمناه بالأسبوع الأول عن واجهات المستخدم الرسومية، على الكائنات الأساسية بالواجهات، بالإضافة رح نشوف بعض الأمثلة العملية، وبنهاية اللقاء رح أجيب على أسئلتكم وعلى الاستفسارات والمشاكل اللي واجهتنا بالأسبوع الأول. بالبداية خلونا نتعرف على أداة التطوير واجهات المستخدم الرسومية جايد. لو حطينا هيلب جايد راح يعطيني شرح للأداة جايد Graphical User Interface Design Environment اللي هي بيئة التطوير وتصميم الواجهات المستخدم الرسومية. هاي البيئة تم إضافتها بنسخة الماتلاب 7.3. قبل النسخ القديمة من الماتلاب كان ما فيها تطوير للواجهات من خلال الأداة جايد، كان يتم إما إنشاء واجهات الرسومية برمجيا أو يتم إنشاء بلغات برمجة تانية مثل الفيجوال بيزك ويتم ربطها مع الماتلاب. لو كتبنا جايد راح تفتح عندي واجهة أو أداة الوصول لواجهة المستخدم الرسومية. بلانك جي يو اي راح تعطيني واجهة فارغة. عندي إمكانية للحصول على واجهات مثل ما شايفين. راح نبلش بلانك جي يو اي الديفولت. عندي إمكانية open existing جي يو اي، افتح واجهات قديمة تم إنشاءها مسبقا. بنلاحظ بمجرد ما افتح واجهة جديدة راح يطلع عندي الأداة جايد بالشكل الموضح. الرموز أو الأوبجكت يلي مبينة راح تطلع عندي بالشكل، راح تطلع عندي بهذا الشكل الرموز. بإمكاني غير الرموز لأستعرض أسماء بدلا من أشكالها من خلال Show me names in component palette. راح يطلع عندي الكائنات من خلال المؤشر أو هون المربع الأسود اللي مبين. إمكان يكبر وصغر الشاشة. بنلاحظ أنه بعد الشاشة راح يتأخذ بمصفوفة، هي الخاصية position اللي هي عبارة عن مصفوفة إلى 4 مدخلات. إذا حطيت على Property Inspector بإمكاني أشوف البوزيشن، راح لاحظ أن مصفوفة X, Y, Width, Height. راح أحدد فيها الأحداثيات X, Y, Width للعرض و Height اللي هي ارتفاع الواجهة. مثل ما أنا شايفين كل ما عم غير عم تتغير عندي المصفوفة position. وعندي current point رح تحدد لي احداثيات النقطة اللي واقف عليها حسب x و y. كمان ممكن نشوفها من نفس الخصائص current point. لاحظ عندي x و y بتغير مع حركة الماوس، مع محركة المؤشر بتظهر لي إحداثيات الواجهة الرسومية. عندي التاج
فيجر واحد اللي هي التاج الخاصة بالواجهة الرسومية بشكل كامل، يعني الواجهة ككل. الواجهة ككل عندي إلى تاج فيجر واحد، بإمكاني غيره. هذا التاج راح يظهر عندي بأسفل الشاشة على اليسار. بمجرد فتح واجهة المستخدم الرسومية وحفظ الواجهة، نفرض على سطح المكتب راح أحفظ ملف، من خلال إيديت راح يفتح لي هون اللي عندك بنفس الاسم، راح أرجع أحفظه باسم تاني. ورجعت على الواجهة، بنلاحظ انه لما اذا كبست على ايديت او ايديتور بأعلى الشاشة راح يفتح لي الام فايل الخاص بالواجهة. بنلاحظ تم انشاء ملف ام فايل، راح يحتوي ملف الام فايل بشكل تلقائي بدون ما تحوي الواجهة على اي كائن على التوابع الاساسية الاوبننج اف سي ان والاوتبوت اف سي ان بالاضافة للتابع جي يو اي. تابع جي يو اي هو تابع الخاص بالواجهة ككل. عندي التابع opening FCN هو التابع اللي بيتم تنفيذه عند كل تشغيل للواجهة، عند كل تشغيل للواجهة الرسومية راح يتم تنفيذه. عندي التابع output FCN بنلاحظ هي التوابع الأساسية اللي راح يتم توليدها بمجرد إنشاء ملف الواجهة. لو شغلت البرنامج بنلاحظ راح يفتح لي واجهة رسومية فارقة. بنلاحظ أحد الخصائص المميزة من GUI Option إمكانية تكبير والتحكم بحجم الواجهة أو Resize Behavior، سلوك تحكم بالقياس. ممكن جعله تناسبي او ممكن بشكل تلقائي راح يتغير مع احداثيات الشاشة او مع حجم الشاشة عند المستخدم، او other use resize function باستخدام التابع resize function راح يتم يدويا كتابة كود لتغيير حجم الواجهة. راح استخدم التناسبي. بنلاحظ هلا لو رجعت فتحت الواجهة صار عندي امكانية لتكبير وتصغير الواجهة الرسومية. بنلاحظ عندي الـ Align Object أداة محاذاة الكائنات، هلأ بنشوفها كمان. أداة محاذاة الكائنات عندي المنيو إديتور منشئ القوائم، يسمح لي أني أنشئ قوائم لواجهتي. فلو حطيت نيو منيو حطيت ليبل للمنيو نفرض أنه فايل، من فايل عندي إمكاني أعطي تاج، فهو التاج هو طريقة الوصل البرمجي مثل ما راح نشوف لاحقا. فلو اعطيت فايل منيو التاج عندي هون تسريع الوصول، ممكن اختار كنترول مع احد الازرار مبينة. عندي هون الكول باك راح اتركه هلا اوتوماتيك. لو اردت انشاء قائمة فرعية ضمن هالقائمة ممكن نيو منيو ايتم، فممكن اخليه اوبن تاج open menu. ممكن اعطيها اداة تسريع على open. لو عملت حفظ وشغلت الواجهة راح الاحظ تم انشاء فايل open control o. بس طبعا نحن مو كاتبين اي شيء بالبرنامج بالكول باك الخاص بالتابع الخاص بالمنيو، وبالتالي ما حيتم تنفيذ اي شيء. تم اضافة تابع منيو open menu تابع file menu. الfile menu هو التابع الرئيسي وبعدين عملنا open menu.
عندي الخاصية tab order editor، خلينا نشوفها بعد ما نضيف كائنات. والتولبار التولبار editor اللي هو هذا التولبار كيفية إنشاء نفس الشريط المبين بأعلى باجر الأداة اللي شايفينها. خلونا نشوف الأوبجكت اللي بتيحها الأداة جايد. عندي أول شيء البوش بوتوم، البوش بوتوم اللي هو زر الضغط. بنلاحظ فيو كول باكس، في الاستدعاءات الخاصة فيه هي الكول باكس الاستدعاء، والكرييت فانكشن اللي هو تابع الإنشاء، والديليت فانكشن تابع الحذف، ديليت وبوتوم داون فانكشن، وكي كي بريس فانكشن. عندي الخصائص، عندي هاي هون ممكن نشوف كافة خصائصه. عندي الباك جراوند كولور، نلاحظ لو غيرت الباك جراوند كولور حطيته أزرق على سبيل المثال راح يتغير اللون. عندي البينج ديليتد، البيزي انكشن فانكشن اكشن. عندي سي داتا، ايوه تفضل. ايوه تفضل تفضل. المنيو، المنيو اديتور تمام. وشو والفرق بينه وبين شو؟ ما فهمت عليك السؤال، مو واضح. انه المنيو راح تطلع لشريط الادوات العلوي، والبوش بوتوم شو الفرق بين شو وشو؟ كبرمجة، كبرمجة انت ممكن يعني يعني ممكن انت يكون عندك مثلا برنامج معالجة إشارة من خلال اوبن. لا واضح واضح صوت، واضح الصوت. من خلال اوبن تجيب مثلا الاشاره اللي عندك، ممكن تاخذها من كاميرا من صوره او حسب التطبيق اللي عندك، وبعدين بالكول باك يعني انت ادخلتها من خلال اوبن، وبعدين بالكول باك تبع البوش بوتوم راح تحط الكود تبع معالجه الاشاره حسب اللي عندك انت. يعني عندك هون كود معالجة او يعني عملية ما راح تقوم فيها، وعندك بالاوبن فانكشن راح تكون له وظيفة مختلفة. يعني هن موضوع متكامل يعني تكامل بالبرمجة الواجهة. تمام، هيك سؤالك؟ تمام. كنا عم نحكي على، كان في سؤال انطرح من محمد. ممكن إنشاء كائن بشكل برمجي؟ هلا ممكن إنشاء كائن بشكل برمجي، بس نحن هذا مو موضوع نقاشنا هلا. تمام، كنا عم نحكي على البوش بوتوم، على خصائص البوش بوتوم. نلاحظ الخصائص اللي عندي، عندي مثلا سي داتا، إمكانية تغيير خلفية يعني مثلا ممكن أحط أنا صورة بالبوش بوتوم بدل ما أخلي اللون أزرق من خلال خاصية سي داتا. عندي الكول باك هو الاستدعاء أو التابع أو المهمة اللي راح يقوم فيها هذا البوش بوتوم، راح أكتبها بالتابع أو الاستدعاء كول باك. عندي الخاصية إنابل، بنلاحظ لو عملتها أوف راح يتم إيقاف تفعيل البوش بوتوم. لو شغلت راح لاحظ انه البوش بوتوم عندي اوف، ما عندي امكانية للضغط عليه. بالاضافة عندي خصائص كتيرة،
عندي هون نوع الخط، قياس الخط، لون الخط، بالإضافة لموضع الخط. عندي السترينج هي الكتابة اللي راح تكون على البوش بوتون. ممكن أكتب مثلا صم، أحتم تغييره وأكتب الشيء اللي بدي إياه. الستايل ممكن بأي وقت غير نوع الكائن اللي عندي، خليه مثلا بدل بوش بوتوم خليه مثلا راديو بوتوم. بشكل مباشر راح يتغير نوعه، راح يصير راديو بوتوم من خلال الخاصية ستايل. ممكن برمجيا نعمل هذا الشيء، هلا بنشوف كيف. عندي التاج هو وسيلة الربط ما بين ملف الام فايل الخاص بالواجهة والكائن. يعني لما يكون عندي اكثر من كائن، هلا عندي هون البوش بوتوم، وعندي مثلا اذا ضفت سلايدر واذا ضفت مثلا الى تكست، بملف الواجهة الخاص بالواجهة، الملف الخاص بالواجهة، ممكن انا اشر على احد الكائنات الاوبجكت البوش بوتوم او السلايدر او الايديت تكست من خلال خاصية تاج. فهون مثلا بوش بوتوم لو سميته مثلا بوش واحد، وعندي السلايدر سلايدر واحد، وعندي الايديت تكست ايديت تكست ايديت واحد. فبهالطريقة من خلال خاصية تاج راح يصير عندي إمكانية لأني أربط وأتحكم بكافة خصائص الأوبجكت من خلال برمجيا، وبشير لهذا الكائن بالخاصية تاج. بعد ما أشير له بتحكم بخصائصه، ممكن إيقاف تفعيله، تغيير اللون، تغيير الموضع، تغيير نوعه إلى آخره حسب التطبيق اللي عندي. عندي كمان خاصية هي الفيزيبل اللي هي الظهور. نلاحظ لو خليتها اوف، احنا هون عم نشتغل على الايديت، الايديت تكست، لو خليتها اوف وشغلت برنامجي ما راح يظهر عندي الايديت تكست لانه مخفي. راح اترك هاي الخاصية اوف مثل ما شايفين، خاصية اوف. راح ادخل على الايديتور تبع الواجهة، راح اروح على التابع opening FCN، راح اكتب السطر set handles dot text واحد الخاصية visible on. لاحظوا لما برمجت الواجهة الخاصية تبع اظهار اوف، وكتبت التابع opening FCN انه اظهر لي الكائن تكست بمجرد تشغيل الواجهة. فبمجرد هلا اشغل الواجهة، خلينا نرجع نشوف عفوا هذا ايديت واحد وليس تكست واحد، ايديت واحد. بمجرد تشغيل الواجهة هلا بنلاحظ تم ظهور الكائن edit text، تم ظهوره بسبب كتابة الكود أو السطر البرمجي بالتابع opening FCN. بإمكاني بشكل مشابه من خلال التابع، لو دخلت على الكول باك تبع لو دخلت على الكول باك الخاص بالبوش بوتون، البوش بوتوم، دخلت على الكول باك وكتبت set handles dot edit واحد الخاصية visible، ساويتها off. لاحظ عند كل تنف هلا لما اشغل الواجهة راح يطلع on، لما اكبس على الصم راح يخفي العنصر الكائن. هلا تعرفنا على الخصائص الرئيسية للعناصر. بنلاحظ هلا لو ضفت بإمكاني إضافة عنصر تاني استاتيك من نوع بوش بوتوم،
بالضغط على دبليكيت هنشئ لي مباشرة واحد تاني نفسه بس له تاج مختلف. بإمكاني كمان أكبس دبليكيت أنشئ واحد ثالث واحد رابع إلى آخره. ممكن من خلال الأداة align object أعمل محاذاة للكائنات. فلو حطيت ال vertical المسافة الفاصلة بيناتهم 6 space خليتها 20 بكسل هخليها 30، والهوريزنتال خليتها سنتر، بنلاحظ راح يتم مباشرة محاذاة للكائنات مثل ما شفنا. لو رجعت عملت كانسل ممكن اعمل محاذاة لليسار، كلهم راح يجوا محاذاة اليسار. ابلاي، بنلاحظ كلهم راحوا على اليسار. عندي كمان التاب اوردر اديتور، بنلاحظ هون بيتم وضع الكائنات بالترتيب اللي راح يتم استدعائهم وقت تنفيذ الواجهة من خلال الزر تاب موجود بيسار الكيبورد. فلو شغلت الواجهة بالوضع الحالي راح لاحظ عن تنفيذ كتاب كبس التاب حدد لي البوش بوتوم الاول، كبس التاب حدد لي السلايدر يفترض، كبس التاب حدد لي الايديت تكست، كبس التاب حدد لي البوش بوتوم التالي وهكذا. هلا لو رجعت لهي الاداة بإمكاني اتحكم بالكائنات تمام. بإمكاني اتحدد بترتيب الكائنات مثل ما شايفين، احط الايديت تكست اخر شيء، راح احط الراديو قبل الاخير، راح نفذ هلا الواجهة. لاحظ انه عند اول ضغط للتاب حط على البوش بوتوم الاول، الضغط الثاني مرة حط على البوش بوتوم الثاني، البوش بوتوم الثالث والرابع وهكذا. خلونا نشوف البانيل او اللوحات. هتسمح لي البانيل انه انشئ مجموعة من الكائنات كلياتها راح احطها ضمن البانيل، وبالتالي راح تكون ابناء للوحة. كيف ما تحركت اللوحة او كل راح تتحرك معها، وكل الخصائص اللي راح تنطبق على اللوحة راح تنطبق عليها بشكل مباشر. بنلاحظ كافة الكائنات راح تتحرك بشكل مباشر مع اللوحة. لو جعلت من خصائص البانيل خليتها اوف، الفيزيبل اوف، بنلاحظ راح تكون مخفية. راح اجعل التاج تبع البانيل هو يو اي بانيل 1، لو جعلت البوش بوتوم الأول مسؤول عن جعل اللوحة مخفية يو اي بانيل هون مخفية، والبوش بوتوم الثاني مسؤول عن إظهار البانيل بنلاحظ اول ما شغل الواجهة راح تكون مخفية. اذا كبست هون ظهرت الواجهة مع كافة الكائنات اللي داخلها، السلايدر والبوش بوتوم. كبست السطح الاول رد خفى لي اياها، بنلاحظ الكائنات عم تكون عم تظهر وتختفى مع مع الصم مع الضغط البوش بوتوم. هاي الخاصية بالبرمجة اسمها البرمجة المقادة بالحدث، يعني بمجرد أن أضغط على الزر راح يتم تنفيذ الحدث الموجود بداخله. بالنسبة لإيد التكست، فلما ضغطت على الصم اللي هي مسؤولة عن إخفاء الإيد التكست تم اختفائه. هو عم بنلاحظ لو رجعت على الصم على الفانكشن 4 ضفت ست هاندلز
دوت إيديت واحد فيزيبل هون وشغلت الواجهة. لاحظ عند أول تشغيل هذا عم يخفي الـ Edit Text، عندي عنصر راح يخفي وعنصر راح يظهر. بنلاحظ العنصر صام أو الكائن بوش بوتوم راح يتم إظهار الـ Edit Text مبينة. عندي كمان خاصية تانية اللي هي الـ Enable. خلونا نشوف برمجيا كيف ممكن نساويها. فلو كان عندي البوش بوتوم المبين، أو خلونا نروح على البوش بوتوم هاد، لو حطيت من خصائصه Enable Off ورحت على الإديتور، ومن خلال الكائن بوش بوتوم الثلاثة أو على الأربعة عملت الـ set handles دوت. عندي هون هاي نغيرها، راح تكون البوش واحد والخاصية enable احساوية on. بنلاحظ هلا الكائن اوف، لو ضغطت راح يتم اظهار هاي الواجهة حسب الكود المكتوب. الصم الثاني راح يتم تفعيل الكائن، بعد تفعيله عندي امكانية لاخفاء الواجهة. ممكن بنفس الوقت اكتب بالكود تبع البوش بوتوم ثلاثة او واحد عفوا، خليه بمجرد ما ينكبس عليه يصير هو نفسه بوش واحد enable off. نلاحظ هلا راح يتم اظهار الواجهة، تفعيله راح يتم اخفاء الواجهة، ومباشرة راح يتم enable off ما عاد مفعل صار off. اظهار اللوحة، تفعيل العنصر، اخفاء البانل. عندي الراديو بوتوم اللي هي أزرار الخيار، راح تاخد قيمتين إما واحد أو صفر. عندي طريقتين لاختيار راديو بوتوم واحد من مجموعة أزرار. خلوني أعمل دبليكيت. خلال align عملت محاذاة. تمام، هدول الثلاثة راديو بوتوم بإمكاني حطهم بوتوم جروب بانيل، بوتوم جروب، وحط هدول الثلاثة راديو بوتوم بهي البانيل. بنلاحظ بشكل تلقائي واحد منهم راح ياخد القيمة صفر واحد، وال كائنين تانية رح ياخدوا القيمة صفر. لاحظوا هون الثلاثة كانوا اخدين قيمة صفر، لو ضغطت على الخصائص رحت على الفاليو راح لاحظ انه قيمة الفاليو صفر.
قيمة الفاليو صفر. نفس الشيء للكائن الثاني، لو كبست على الخصائص ورحت للفاليو راح لاحظ أن قيمة الفاليو صفر. والثالث نفس الشيء، بمجرد سحبهم لداخل البوتوم جروب بنلاحظ العنصر الأول أخذ القيمة واحد، مجرد دخول على خصائصه بشكل تلقائي تم تغيير القيمة من صفر لواحد، والكائنين الثانيين أخذوا القيمة صفر بمجرد تشغيل الواجهة. رح لاحظ أنه عندي إمكانية تفعيل راديو بوتوم واحد. هي أحد الطرق للتحكم بأزرار الضغط أو أزرار الخيار. عندي طريقة تانية دون استخدام البوتوم جروب، بكتب بالكود البرمجي الكول باك الخاص بكل واحد، أنه لما يكون ياخذ هذا قيمة أعظمية واحد يجعل القيمة الفاليو للكائنات الثانية صفر، مثل ما شفنا بأحد الفيديوهات مشروح هاي الطريقة. عندي بعدين التشيك بوكس اللي هو صندوق الخيار، مثل ما شايفين عندي إمكانية انه وضع الإشارة الصح انه تفعيل الصندوق. هذا الكائن كمان بياخد قيمتين صفر او واحد، وممكن يعني استخدامه باكتر من طريقة. مثل ما شايفين عندي الكول باك الخاصة فيه، عندي خمسة كول باك والكرييت فانكشن والديليت فانكشن. نلاحظ عندي الراديو بوتوم عندي كمان خمسة الكول باك خمس توابع، ونفس الشيء البوش بوتوم والإيديت تكست والسلايدر. لاحظ كافة هاي الكائنات لهلا خمسة الكول باكس الخاصة فيها أو استدعاءاتها، خمس استدعاءات. نشوف الستاتيك تكست، هو عبارة عن نص ممكن أظهر فيه كتابة، ممكن أحط فيه شرح، ممكن أحط فيه أي شيء. وهذا الستاتيك تكست ممكن استخدمه لإظهار النتائج، ممكن استخدمه يعني ممكن عدة تطبيقات استخدمه، وممكن كمان غير بأي وقت نوعه من خلال خاصية ستايل وغيره من تكست لأي نوع تاني. بعدين عندي البوب أب منيو، البوب أب منيو القوائم، ممكن إنشاء قوائم من خلال كتابة القوائم اللي عندي بالخاصية string. فلو حطيت مثل ما شايفين راح يتم إظهار أربع قوائم، الشكل مبين. مجرد اختيار إحداها ممكن ننفذ كود برمجي مكتوب ضمن البوب أب منيو. عندي بعدين ليست بوكس، بنلاحظ راح تظهر لي مجموعة من كمان قوائم بس طريقة عرض مختلفة. هون صندوق قوائم، هني قائمة منسدلة، أما هون عندي صندوق قوائم. بنشوفها هي كتير بصفحات الويب، إنه اختيار أحد الأسطر من القائمة راح يفتح لي قائمة تانية، راح يفتح لي قائمة ثالثة من نفس النوع ليست بوكس. عندي التوجل بوتوم، هو عبارة عن زر ذو وضعيتين راح ياخذ قيمة صفر أو واحد. لما يكون مضغوط الزر راح ياخذ القيمة واحد، لما يكون غير مضغوط راح ياخذ قيمة صفر. الفرق بينه انه هون راح يكون الزر ذو وضعيتين، اما البوش بوتوم راح يكون وضعية واحدة، اما التوجل بوتوم راح يكون زر ذو وضعيتين.
يعني عملية منطقية 0 1. بنلاحظ كمان هون عندي 5 استدعاءات توابع، 5 توابع. عندي list books كمان 5 توابع. الويب اب منيو كمان 5. عندي التابل او الجداول مثل ما شايفين، عندي امكانية انشئ جداول. ممكن توضيح السؤال، زر التوجل بين ينفذ عند الكبس أو عدمه. تمام، ممكن يعني يكون الكتابة إنه هي بنشوف حنشوفها كيف ب راح نشوفها بال بخوارزمية برمجة الكائن. بنلاحظ انه راح اقول له ان اذا قيمة التوجل بوتوم 1 منطقي او ماكس اعطي ينفذ الكود، يعني ينفذ عملية ما. واذا كانت قيمة التوجل بوتوم 0 يعني غير مضغوط راح ينفذ عملية تانية. عندي التابل مثل ما شايفين، بنلاحظ هون عندي 6 توابع كول باكس. هون راح ينضاف السيل ايديت كول باكس، السيل ايديت كول باك والسيل سيلكشن كول باك. بنلاحظ بعدين عندي، هلا نرجع للبوتوم جروب بنشوفها. عندي الاكسس اللي هي المحاور، تستخدم لإظهار الصور، لإظهار ممكن إظهار الفيديو، ممكن إظهار رسوم بيانية سواء ال 2D يعني الجرافيكس بشكل عام. كل شيء جرافيكس بيتم إظهاره بالأكسس. بنلاحظ الكول باكس خاصة فيه، عندي 3 كول باكس، كرييت فانكشن وديليت فانكشن والبوتوم داون فانكشن. عندي البانل جروب، البانل جروب مثل ما ذكرنا راح نحط فيها الراديو بوتوم. هلا بوقت انا راح احط الكائنات الراديو بوتوم ضمن البوتوم جروب، راح يتم برمجة هالكائنات من خلال تابع selection change function. selection change function ما عاد عندي يعني ما عاد في عندي امكانية لبرمج كل عنصر كل كائن من خلال كل باك الخاصة فيه. bottom group UI panel 3 manage the callbacks of this radio bottom 4. يعني التحكم بالراديو بوتوم صارت عن طريق البوتوم جروب من خلال التابع selection change function. مثل ما شايفين هون لو دخلت على على الكول باكس هاد راح يشرح لي each object handle to selected object in UI panel 3. يعني راح تشير على ال H object اللي هي هاي، راح تشير على الكائن اللي تم اختياره من ال بوش بوت من البوتوم جروب اللوحة هاي. عندي هاي اللوحة هلا ما بقدر اقارن بين البانل والبوتوم جروب، لانه لو حطيت انا بالبانل راديو بوتوم بنلاحظ ما راح استفيد شيء. استخدام الراديو بوتوم بيتم بالجروب بانيل، لان ازرار خيار بيتم استخدام واحد، وبالتالي البانيل اللوحات شيء منفصل تماما ومختلف عن البوتوم جروب.
لو رجعنا على التابع selection change function، بنلاحظ عندي الهاندل او الاتش اوبجكت اللي راح يتم الاشاره الى الاوبجكت الموجود ضمن اللوحه اليو اي بانيل 3 اللي هي البوتوم جروب. عندي الايفنت داتا ستراكشر ويز فولوينج فيلد، الايفنت نيم عم يقول لك هون سترينج، سيليكشن تشينج ريد اونلي للقراءه فقط. عندي الاولد فاليو والنيو فاليو راح يتم تغيير القيمه من 0 ل1 للعنصر. بنشوف اكثر من خلال الامثله. بنلاحظ عندي بالتابع opening fcn، بنلاحظ بكل واجهة في عندي هدول السطرين. دائما كل واجهة عندي هدول السطرين. choose default command line output for GUI handles dot output ساوي h object. راح يتم عند كل تنفيذ للواجهة مثل ما قلنا التابع opening fcn راح يتم تنفيذه عند تشغيل الواجهة، راح يتم التأشير للواجهة راح يتم ظهورها. فهون بنلاحظ البنية هاندل راح تشير الاوتبوت وراح يتم اظهار الواجهة الحالية. اما update handle structure راح يتم تخزين كافة معطيات الواجهة بالبنية هاندل، والجي يو اي داتا يعني عندي بنيتين او تابعين اساسيين. جي يو اي داتا راح يحتوي على معطيات الواجهة، والهاندلز داتا راح يتم تطوير بشكل مستمر لمعطيات الواجهة. وبالتالي جي يو اي اتش اوبجكت والهاندلز هالسطر البرمجي راح يسمح لي بشكل مستمر بتطوير محتويات وبيانات الواجهة. وبهي الطريقة مستقبلا راح نشوف كيف ممكن نربط بين الواجهات، كيف ممكن نشارك المعطيات. مثل ما هو معروف للجميع انه الفانكشنز بيتم الكائنات اللي بالفانكشن راح تتم قيمها محصوره بهذا الفانكشن. يعني استخدام كائن ضمن الفانكشن راح يكون خاص بهذا الفانكشن، ما راح يسمح باستخدامه ضمن فانكشن ثاني. وهون بتجي اهميه استخدام التابع جلوبال. فلو عرفت جلوبال A بنلاحظ تم تغيير اللون بشكل تلقائي. هون ما قبل كأنه الـ A، رح أقول له global B. وين أعرفه؟ بوش بوتوم. تمام، استخدام الـ global. هون عم يعطيني warning أنه الـ global orbital variable might be. تمام، يقول لي هون أنه الـ global variable might be unused، يعني عم يقول لي أنا مستخدمه. فأنا هلا ما عندي مشكلة، لسه ما استخدمته، فمشان هيك عم يعطيني تحذير. فكتابة global B global C راح يتم جعل المتغير variable بي وسي متشارك ما بين function الأول اللي هو الفانكشن الخاص بالبوش واحد بوش بوتوم واحد، والجلوبال بي وسي. فتم مشاركة المتغيرين variable بي وسي ما بين السلايدر واحد والبوش بوتوم واحد. يعني مجرد تغيير البي بالبوش بوتوم واحد راح يتم تغيير قيمتها مباشرة ومشاركتها مع السلايدر واحد. طبعا التوابع الثانية ما راح تشوف اي تغيير، ولا راح تشوف انه في متحولين variable اثنين variable بي وسي. هاد كل شيء بيتعلق بالكائنات الخاصة بالواجهة. طبعا مثل ما شفنا كل كائن له طريقة لبرمجته مختلفة. فمثلا احد طرق برمجة القوائم اللي ببقى بمنيو من خلال السويتش، او ممكن كمان من خلال الاف والاف ال الس اف. ممكن كمان برمجة الراديو بوتوم بهالطريقة. عندي التشيك بوكس بتاخد قيمتين اف الفاليو ماكس او واحد منطقي، وعندي الراديو بوتوم نفس الطريقة اف واحد منطقي او ماكس، الس صفر منطقي او مينيموم. ايوه تفضل.
ايه طبعا تمام. تمام. بالنسبة للاكتيف اكس كنترول، هي اول شيء هي الأداة متاحة فقط لمستخدمي الماتلاب على نظام التشغيل ويندوز على منصة البلاتفورم تبع الويندوز، يعني على لينوكس والماكنتوش الاكتيف اكس كنترول ما في امكانية لاستخدامها. الاكتيف اكس كنترول راح تسمح لي انه اربط واجهتي او يعني انشئ كائن، هذا الكائن راح يستدعي كائنات او ملفات من لغة برمجة تانية او من اي ملف تاني، مو شرط لغة برمجة، من اي ملف تاني. مثل هم مثلا مو شايفين عندي SQL، ممكن يكون عندي قاعدة بيانات SQL ممكن شاركها مع الواجهة، ممكن يكون عندي ملف فيديو مثلا بدي استعرضه بالواجهة من خلال ويندوز ميديا بلاير، راح يصير راح يحط لي ويندوز ميديا بلاير بالواجهة. انا بمجرد ما احط مسار ملف الفيديو اللي بدي شغله، بحدد له مسار ملف الفيديو، هم مثل ما شايفين لوكيشن، بحدد له المكان، بيتم استعراض ملف الفيديو. عندي امكانية لاستخدامها ويب براوزر للتصفح الانترنت مثلا. عندي كمان سيلفر لايت كتشغيل ملفات فلاش والى اخره، يعني لها تطبيقات كتيرة. ممكن فتح مخططات، فتح ملفات بي دي اف، ممكن فتح مخططات اوتوكاد، يعني حسب التطبيق اللي عندي ممكن اربط الاكتيف اكس. ممكن اذا كبست على الهلب نشوف شرح تفصيل الاكتيف اكس. مثل ما شايفين هون بروجرامينج ان اكتيف اكس كنترول، بروجرامينج يوزر انترفيس كنترول تو ابديت ان اكتيف اكس كنترول. فلو ضغطت على البروجرامينج اكتيف اكس انا مشرح الكائنات وعلى الواجهات بشكل عام. او عندي هون كيفية برمجة الاكتيف اكس، مثل ما شايفين هون اعطي مثال بسيط. تمام، كمان ممكن نشوفها بالأمثلة. تمام، واضحة الكائنات بشكل عام كلها بشكل كامل، الخصائص، الأدوات العلوية كلها اللي بالأعلى بالتول بار، شفنا الالاين اوبجكت، شفنا المنيو اديتور محرر القوائم، شفنا التاب اوردر اديتور والتول بار اديتور، شفنا كيف ممكن اوصل الملف الام فايل خاص بالواجهة، شفنا خصائص كل كائن. بالاضافة عندي الاوبجكت براوزر اللي هو متصفح الكائنات، راح يعرض لي كل الكائنات اللي عندي بالواجهة خلال متصفح الاوبجكت. شو الفرق بين الكول باكس، بين توابع الكول باكس لكل مكونة؟ هلا حسب المكونة، يعني هلا هون مثلا، تمام، هلا مثلا اغلب مثل ما شفنا قبل اغلب الاوبجكت بتشترك بالتوابع الكول باكس الخمسة، اللي هي الكول باك اللي هي الاستدعاء اللي بيتم تنفيذ فيه الكود البرمجي او الخوارزمية البرمجية للشيء اللي بدي اقوم فيه. عندي الكرييت فانكشن او تابع انشاء، الكرييت فانكشن هو تابع انشاء الاوبجكت اللي عندي. عندي ديليت فانكشن بالعكس تابع الحذف، بوش كي بريس وبوش بوتوم ما عندي فكرة عنهم تمام، هدول اخر اثنين بس، يعني تقريبا تطبيقهم ما لهم تطبيق كتير بالبرمجة الواجهات. اما من لا مثل ما شفنا بالبوتوم جروب عندي امكانية عندي هون التوابع الأساسية الكرييت والديليت، عندي هون السيليكشن تشينج فانكشن وظيفتها هون برمجة الكائنات الموجودة داخلها. بنلاحظ عندي الفانكشن ريسايز فانكشن مثل ما قلنا للتحكم بحجم الواجهات.
احنا بيهمنا بشكل اساسي الكول باكس العام، بس ببعض التطبيقات ممكن يلزمنا الكول باكس الاول، كول باك الاستدعاء العام للكائنة، بس ممكن بعض التطبيقات اضطر استخدم توابع تانية. يعني ممكن مثلا بكثير من الاحيان بضطر انه اكتب بالاوبننج اف سي ان جزء منيح من البرنامج هو تابع الانشاء، تابع التنفيذ اللي بيتم، تابع اللي بيتم تنفيذه عند اول تنفيذ محتوى، عند اول تشغيل للواجهه. عندي كمان تابع تاني هو الكلوز فانكشن، يمكن هذا مو دائما بيظهر. تمام، هون عندي تابع اسمه كلوز ريكويست فانكشن اللي هو تابع اغلاق الواجهه، كمان ممكن اكتب فيه. بنلاحظ بلاحظوا راح يحتوي على ديليت اتش اوبجكت. الاتش اوبجكت هون الواجهه، راح يتم اغلاق الواجهه، فبمجرد اختيار ممكن انا هون اكتب له مثلا عند اغلاق الواجهه يظهر لي شيء محدد وينتظر بعدين يغلق الواجهه. بنلاحظ عندي الكول باكس تبع الواجهه ككل اكثر من عندي الريسايز فانكشن يلي راح تتحكم بحجم الواجهه، عندي الكرييت فانكشن، ديليت فانكشن، والبوتوم داون. عندي عده استدعاءات الى وظائف مختلفه. بنلاحظ احد الملاحظات المهمة انه لو عندي اكثر من بانيل باللوحة بالواجهة، نفرض انه عندي هاي البانيل وراح اعمل دوبليكيت لبانيل تانية، وكان عندي عنصر اكسس كبير راح اعطيه حجم كبير، نلاحظ راح يكفي الواجهة ككل. لو كنت انا بدي احطه خلفية مثلا للواجهة، عندي من خلال لاي اوت امكانية ل send to back، بنلاحظ راح يتم وضعه بالخلف، خلف كافة كائنات الواجهة. عندي امكانيات bring to front، bring to back، bring forward، وbring backward. عندي من الفيو امكانية اظهار التول بار واخفاءها، والستاتس بار اللي هي بأسفل الواجهة، بنلاحظ كان طلع عليها الخصائص اختفت، هلا رجعت طلعت. عندي الإيديت خصائص عامة، عندي الران للتشغيل الاين اللي شفناها، الجريد اند رولر اللي هي راح تظهر لي الشبكة، بنلاحظ الرولر أظهرت لي المسطرة، الجريد مفعلة ظاهرة الشبكة. ممكن اتحكم بحجم مربعات، بنلاحظ مثلا لو جعلتها 10 لاحظوا كيف صار حجم الشبكة صغير، ممكن ارجع كبرها، رجع الديفولت هي 50. هاي السناب مشان حدد يعني سناب من معناها، طبعا فينا نحط خلفية. وعندي الجريد شفناها، المنيو شفناها، التاب اوردر، جي اي اوبشن، جي اي اوبشن حكينا على الريسايز بيهيفير. عندي الخيار الثاني الكوماند لاين اللي هي امكانيه، تمام، عندي هون امكانيه توليد ملف الواجهه. لا، عندي الكوماند لاين هي بنحكي عليها لاحقا، بنشوفها بوقت ثاني. عندي الجنريت فيجر، عندي هون خيارين، اما جنريت figure file and matlab file راح يتم توليد بشكل تلقائي ملف الام فايل وملف الفيجر، generate callback function prototype و GUI allow only for instance to run و use system color scheme for background. خلال تفعيل هذا الخيار راح يتم توليد الواجهة وتوليد ملف الام فايل بشكل تلقائي. اما لو اردت توليد الواجهة فقط generate figure file only راح يولد لي ملف الواجهه ملف فيجر، وراح يكون انا المسؤول عن كتابه ملف الام فايل. هلا غالبا باستخدام الجايد يتم توليد الجايد مع الفيجر فايل مع الام فايل. هي تقريبا كافه الخصائص والخيارات المتعلقه بالواجهات. هون عندي اخر شيء show file extension in windows title، يعني مثل ما شايفين انا
انا بالويندوز بشوف دوت فيجر او دوت ام، وشو فايل باث ان ويندوز تايتل، ممكن اشوف مسار الملف، واد كومنتس فور نيولي جنريتد كول باكس. الكومنتس اللي هي مثل ما شفنا لما اضغط على اي عنصر روح على الكول باكس، على الكول باك راح لاحظ الكومنت اللي هي اي. بما اني انا مفعل امكانية توليد الكومنتس عندي، فبمجرد انشاء كائن راح يتم توليد التعليقات. لو قمت التفعيل وانشأت كائن بوش بوتون، دخلت على الكول باك، راح لاحظ تم انشاء الكول باك بدون اي تعليق، ما في عندي اي شرح، فقط التابع. تمام، في اي سؤال؟ ايوه تفضل محمد. شو قصدك؟ ما فهمت عليك، انه ملف تنفيذي. ما كمان ما فهمت عليك. تمام، تمام، انت مكان ما حفظته اول شيء. نحن وقت بس بدك تفتح يعني بدون ماتلاب، قصدك انه تفتح الواجهة بدون ماتلاب. تمام، هلا هذا الشيء رح نشوفه لاحقا باذن الله من خلال. تمام، هلا بنسخة الماتلاب 2012 عندي ما يسمى بالابليكيشن، بال 2012 بي طريقتها مختلفة عن ال 2012 اي والنسخ اللي قبلها. بنسخة الماتلاب 2012 بي عندي من خلال الابليكيشن بالاعلى عندي تول بوكس تسمى او اداة تسمى الماتلاب كومبايلر. من خلال الماتلاب كومبايلر بامكاني حول اي برنامج، اي واجهة تنفيذية لملف اي اكس اي. راح نشوفها يعني لاحقا وقت ننشئ مشاريع، راح نشوف كيف ممكن انه هي الواجهه اعملها ملف اي اكس اي. طبعا ممكن ساويها كمان مو بس اي اكس اي، ممكن ساويها ولدها ملف جافا، ممكن لملف دوت نت، ممكن لملف ممكن لسي، وشاركها مع يعني اخذ الواجهه ونفذها بلغه برمجه ثانيه، وبالتالي تسمح لي باني اربط ما بين عده لغات. يعني ممكن اخذ الواجهه، اخذ برنامج بسيط وظيفته انه بس يرسم لي مثلا جرافيكس 2D او 3D، دخله على الفيجوال على الفي بي الفيجوال بيزك، اكتب كود سي، اخده صدره حطه بقاعده بيانات اس كيو ال، وتعامل من قاعده البيانات ارسم جرافيكس اللي عم يرسم لي اياه الماتلاب. بنشوفها كمان لاحقا كيف ممكن نحول الملف الواجهة الرسومية عندي لأي شيء. طيب هلا بعد المحاضرة برفع لكم ملف PDF بسيط لهذا الموضوع. بس ملف PDF مساوي على نسخة قديمة من الماتلاب، مو على نسخة 2012 بي. هلا في اي سؤال لحد الان؟ طيب بالنسبه للجزء الاول والاسبوع الاول والاسبوع الثاني، الامثله اللي كانت موجوده والشرح النظري اللي محطوط، في اي سؤال عليه؟ كله واضح؟
تمام. طيب خلونا طيب راح أجاوبك بعدين بنشوف الصفحات واحدة واحدة. ما في مشكلة. لا هون بالاستدعاءات مثل ما شفنا تعرفنا على بشكل عام على الاستدعاءات، هون أنواع الاستدعاءات ووظيفة كل استدعاء شفنا، مثل ما شفنا هلا كل عنصر له مجموعة من الاستدعاءات. هون عم يحط لي وظيفة كل استدعاء. عندي بعدين ملفات الواجهة المستخدم، مثل ما قلنا عندي الملف ام فايل وملفات الفيجر فايل. عندي الملفات الخاصة بالواجهة اللي عن تهيئة الواجهة بتظهر عندي، مثل ما شفنا عندي الكومنتس كيف ممكن فعلها والغيها. عندي تهيئة الواجهة وتابع الافتتاح، عندي وتابع الخرج، بالإضافة لاستدعاءات الشكل والمكونات كلياتهم شفناهم تعرفنا عليهم. صياغة اسم الاستدعاء ووسطائه، هون سؤالك محمد. تمام. عندي هون مثل ما قلنا صياغة اسم الاستدعاء وسطائه، تسمية توابع الاستدعاء، كيف شفنا كيف ممكن نسمي التابع البوش بوتون من خلال خاصية تاج، وشفنا الخاصية تاج، شفنا تغيير خاصية الاستدعاء كلها تعرفنا عليها هلا، وشفنا تمام وسطاء الدخل والبنية هاندلز، تعرفنا على البنية هاندلز مثل ما قلنا وظيفتها، حكينا عن وظيفتها. تمام. وسطاء الدخل ال H object اللي حتصير تشير للكائن حسب التابع، مثلا لما شفنا التابع close FCN أو close function كان وسيط الدخل عندي ال H object اللي هو الواجهة. أما لما بدي أحط H object، يعني ال H object بتختلف حسب المكونة، مثل ما هون عم يقول مقبض المكونة أو العنصر الذي يتم تنفيذ الاستدعاء، يعني لما نفذ الاستدعاء رح نفذه لمكونة ما، فال H object بيشير عليها غالبا وليس دائما، يعني ممكن يشير عليها ممكن يشير لغيرها، بس يعني بشكل عام راح يشير لمكونة ما. ال event data تحجز لاستخدامات لاحقة، هي غالبا ال event data راح تكون خاصية راح يتم الروض، يعني راح يتم التحكم فيها. وال handles مثل ما شفنا هي بنية تضمن مقابض العناصر في الشكل، يعني هتكون وظيفتها تأشر، والبنية هاندل رح تأشر لي على أي شيء مختلف بالواجهة، ممكن تأشر على الواجهة، ممكن تأشر على أي كائن فيها، ممكن تأشر على مجموعة كائنات. البنية هاندل ينشئ جايد للبنية هاندل تتضمن مقابض كل العناصر في الشكل. تمام. وهي الصيغة العامة للبنية. عندي هون استدعاء التهيئة، عندي تابع الافتتاح الـ opening function، هي الشكل العام تبعه، شفنا كيف ممكن اظهر وكيف ممكن الغي التعليقات. عندي هون وسطاء الدخل للتابع. تمام. ايوه محمد تفضل عم اسمعك. ما بتفرق هلا بشكل عام، بشكل عام كل تابع له وسطاء دخل. نحن هلا هون عم نحكي على التابع الافتتاح الـ opening function، بهي الفقرة الحكي عن الـ opening function، هون الشرح لوسطاء الدخل لهذا التابع. فوق كنا عم نحكي على الاستدعاءات بشكل عام، او لا فوق كنا عم نحكي العنوان العام كان صياغة اسم الاستدعاء ووسطائه، وسطاء التابع الاستدعاء، عندي وسطاء الدخل هي H object وال event data وال handles. يعني كنا عم نحكي اول شيء على الاستدعاءات بشكل عام، هلا عم نحكي على استدعاءات تهيئة الواجهة. فعندي التابع opening FCN اخذت منه وسطاء الدخل، وعم نحكي هون على وسطاء الدخل. عندي التابع opening FCN وسطاء الدخل اللي يفترض تكون ال H object اللي هي الواجهة، ال event data خصائص الواجهة، وال handles اللي عم تشير على شيء محدد. بنلاحظ عندي البوسيشن تمرر وسطاء سطر الى تابع الافتتاح،
إذا قمت بفتح الواجهة مع زوج خاصية قيمة، الخاصية فإن الواجهة تفتح بخاصية. طبعا على سبيل المثال فهون عندي الماي جي او اي الخاصية بوسيشن، مثل ما شرحت بداية المحاضرة، الخاصية بوسيشن اللي هي راح تكون راح يعني تحدد حجم الواجهة بالأبعاد الأربعة اكس واي ويدز والهايت، فهي راح حتعيد مصفوفة، هي المصفوفة راح تتضمن اكس واي وعرض الواجهة وارتفاع الواجهة. فلو حطيت أنا بخصائص التابع البوسيشن راح يتم تعديلها حسب يعني المصفوفة يتم إدخالها. يفتح الواجهة جي أي في المكان المخصص حيث أن بوسيشن هي خاصية شكل قانونية، إنها إحدى خواص الشكل القياسية. إذا كان وسيط الدخل ليس خاصية شكل قانونية فإنه يجب عليك أن تضيف شيفرة يتابع الافتتاح لكي تتمكن من استخدام هذا الوسيط. يعني معنى هذا الحكي أنه هذا الشكل المتعارف عليه لحجم وتحديد مكان الواجهة، أما لو بدي أخرج عن هذا الشكل فأنا مضطر أني أعرف تابعي الخاص وأشرحه للواجهة وبعدين نفذه مشان ما يعطيني أخطاء. تمام؟ وضحت تمام؟ واضح كله؟ عندي هلا شفرة القالب الأولي مثل ما شرحت قبل شوي، الهاندلز دوت اوتبوت يضيف عنصر اوتبوت إلى البنية هاندلز ويخصصها بقيمة الدخل اتش اوبجكت التي تكون مقبض الشكل. أما الجي اي داتا اللي هي مثل ما قلت قبل شوي الهاندلز راح يتم حتحافظ يعني حتم ال يعني كل ما عم ضيف مدخلات معطيات للواجهة عم يتم تخزينها بالبنية هاندلز. الجي اي داتا راح تحافظ على هاي البنية وعلى محتوياتها لمشاركتها بين المعطيات. يعني هون يخزن البنية هاندلز، يجب ان تستخدم الجي اي داتا لتخزين اي تغييرات تنفذها على البنية اتش اوبجكت. يعني التغييرات راح تصير بشكل عام على الواجهة من خلال البنية اتش اوبجكت، والجي اي داتا راح تخزن هذا التغيير. تابع الخرج تسمية القالب الأولي عندي هون. تمام. هون تعرفنا على الاستدعاءات، تعرفنا أول شيء على واجهات المستخدم الرسومية، بعدين تعرفنا على المفاهيم العملية، شفنا كيف ممكن نبرمج زر الإغلاق، شرح نظري كان خطوات إنشاء واجهة رسومية تحويل زر إغلاق، بعدين تعرفنا على الكائن بوش بوتوم، شفنا كيف ممكن أعمل برنامج جمع عددين بسيط، تعرفنا على الكائن بوب أب منيو أو على القوائم، تعرفنا على الكائن راديو بوتوم كيف ممكن برمجته، وشفنا كيف ممكن أرسم أعمل آلة حاسبة رسامة أو تمام ممكن كيف ممكن أرسم من خلال الكائن أكسس. بصفحة لمسات إبداعية هون حطيت بعض الأدوات، أول أداة اللي هي الـ GUI Layout Toolbox رح نشوفها هاي الأداة بالجزء الأخير بالأسبوع الخامس من الدورة، رح تسمح لي أني أتحكم بمرونة مع الواجهات، طبعا مع التصميم مع الواجهات اللي بتصمم برمجيا. الأداة تاب بانيل راح تسمح لي أنشئ عدة تابات، كمان راح نشوفها لاحقا بأمثلة راح نشوف كيف ممكن استخدمها. واللي بيحب يشوفها في شرح كامل للأداة بالملف المرفق مع الأداة. تمرير المعطيات إلى نافذة العمل، مثل ما ذكرنا الـ GUI بتعامل مع functions، الـ functions ما بتسمح بمشاركة التوابع. من خلال هذا الفيديو ممكن نتعلم كيف ممكن نشارك التوابع ما بين الجيو اي الواجهة اللي عندي. بالاسبوع الثاني بلشنا بالأداة جايد بتطوير واجهات المستخدم الرسومية،
تعرفنا أول شيء على خصائص البرمجة بالأداة جايد، شفنا شرحنا على الواجهة بشكل عام على كافة الخصائص، تعرفنا على كافة خصائص البرمجة بالأداة جايد، بعدين انتقلنا لبرمجة مكونات الواجهة، شفنا أول شيء أنواع الكائنات أو الكائنات المتاحة، شفنا كيف ممكن كل كائن برمجه، مثل مثلا الدونجل بوتوم، بنلاحظ عندي if bottom state يعني حالة الدونجل بوتوم واحد يعني مضغوط الزر راح ينفذ عملية ما، عدا ذلك else if راح ينفذ، هيكون صفر راح ينفذ هيكون عندي تنفيذ تاني. مثل ما بنلاحظ بأغلب الاستدعاءات عندي تابعين أساسيين، التابع get اللي راح يحصل على الخاصية، والتابع سيت اللي راح يضبط الخاصية. وتم شرح هدول آخر شيء أهم التعليمات، التابع get والتابع سيت والتابع global، وتم شرح التابع UI data. نحن هلأ تعرفنا بشكل نظري على كافة الخصائص تعرفنا بشكل نظري، هلا بجاوبك على سؤالك مشان السلايدر، بس ثواني بس. تعرفنا بشكل نظري على كافة الخصائص البرمجة الواجهات، على الاستدعاءات، على برمجة الكائنات، شفنا مجموعة من الأمثلة البسيطة بالمفاهيم العملية. خلونا هذا الأسبوع نوقف عن النظري، ننتقل نعمل مجموعة من المشاريع، نشوف كيف ممكن نتعامل مع الكائنات، وبعدين الأسبوع القادم ننتقل للبرمجة القوائم وأشرطة الأدوات وقيادة المعطيات والربط بين عدة واجهات. أيوة محمد تفضل، شو سؤالك مشان السلايدر؟ نلاحظ لو ضغطت على خصائص السلايدر عندي 3 خصائص، الماكس والمينيموم والستيب، تمام، والسلايدر ستيب اكس واي. الماكس اللي هي اكبر قيمة، والمينيموم اللي هي اصغر قيمة، ومن خلال السلايدر ستيب ممكن حدد الخطوة. لا بالنسبة لل تمام، المصفوفة اللي راح يتعامل معها هي مصفوفة من قيمتين، ما راح اشرح لك اياها بشكل نظري، بشكل عملي ممكن تتوضح اكثر، انه بشكل نظري ما راح تكون واضحة. لاحظ لو شغلت الواجهة
بصراحة البرنامج اللي كنت عامله ما قدرت اطلع عليه، فإذا بتحب تفتح تشاركنا إذا عندك سرعة إنترنت أعلى من 512 بتحب تفتح لنا الشاشة عندك، ممكن اطلع على برنامجك. طيب ما في مشكلة، هلا بعد الدرس بنتناقش في الموضوع بإذن الله. طيب خلونا نرتاح شوي، هلا نوقف شوي ونحاول جمعوا أفكاركم، شوفوا شو عندكم أسئلة وبنرجع بعد ساعة بإذن الله بننتقل للجزء العملي، ناخذ أمثلة عملية. شوفوا إذا في عندكم أي أمثلة عملية بحابين ننفذها ممكن نساويها، يعني حابين عندكم شيء محدد ممكن نتعلم عليه ممكن نشوفه بشكل عملي.